باشا المحترم سيد الرئيس، احنا كما اتفقنا الاسبوع الماضي على اساس انه طلبين من بعض الاخوان انه يأجلوا ولا يخليوا الدورة مفتوحة بسبب انه شغي يطلعوا على مشروع الميزانية. مجموعة شي أهداف محددة اللي كتستعملوا المنتخبين الآخرين والأعوان العربية، ولكن المنتخبين الرسميين وعندي تساؤل واش المنتخبين الرسميين عندها الحق أن يتفوق مثل المجموعة. ودابا هما دونك غيتم الرجوع كما قال السيد الباشا المحترم، الرجوع للمتعاقدين والعراضيين هما اللي غيفكوا الجره، وعاده المتعاقدين راه غتعاقد مع دكتور في البيطره، غتعاقد مع شي كفاءه، ولكن دور الميزانيه حنايا بحال حنا في بنطيب درجنا هذا الاعتماد ديال الاخر للمجموعه، يعني مجرد غتصدق الميزانيه غيتحول المجموعه. احنا مقبلين على هاد العام تسير، دابا احنا ميزانية في كثير من جوج ديال تسير، مفيش جوج ديال تجهيز، دابا زامبيلو وصاد الاخر في عندك ما صدقوش دابا ساعة إلى سمحت سي علي، دابا حنايا التصور تقريبا العمل ديالنا غيبدا بشكل رسمي مع البداية ديال 26.